بعد توقف البطوله هذا الاسبوع طاقم طبي ديال فريق الحسنيه اكادير بجميع المكونات ديالو ولا من اطباء ولا من مرودين ولا من نوتريسيونيست حاولوا هذا الاسبوع اللي توقفت فيه البطوله انهم يوقفوا على كل كبيره وصغيره فيما يخص لي بليسور ديال اللعابه وكاع لي جوار اللي كانوا عندهم لي بليسور. الحمد لله راه اون بي لي ريكوبيري الحمد لله فوضون هذا الاسبوع اللي توقفت فيه البطوله. الحمد لله راه جميع اللاعبين الحمد لله دابا كيتمتعوا بصحه جيده. توقف بالنسبه لنا دام يعني اسبوعين نتمنى ان شاء الله ما يكونش عائق بالنسبه لنا حنا بالنسبه للفريق ديالنا، ولكن خدمنا في هذا الجانب هذا يعني حاولنا نوجدوا لاعبين ونيفو ديال يعني الفيزيك ديالهم وحاولنا نديروا حصص اللي يمكن انها تكون قريبه للريتم ديال المقابلات وباش ان شاء الله يعني في هذا الاسبوع هذا يعني نكونوا في المستوى. والحمد لله كما كنقولوا في نفس الوقت استغلينا يعني هذه الفتره هذه يعني باش نسترجعوا جميع اللاعبين في هذا الاسبوع هذا كما شفنا في هذا الاسبوع جميع العناصر كتدرب باش ان شاء الله نجيو المقابله ديالنا. كتبقى مقابله الاستعداد ديالها كيبقى استعداد لجميع المقابلات يعني وكتبقى المقابله صراحه ديال ثلاثه النقاط وفي الاخير كيف ما كان الحال كما تكون النتيجه والفريق راه غادي في مصر جيد ونتمنى ان شاء الله يعني نزكيو هذه الصحوه هذه وهذه البدايه هذه في هذه المقابله هذه ونحاولوا نبقاو محتفظين او محافظين على المركز ديالنا اللي هو المركز الاول ان شاء الله يعني ومن بعد نبقى مقابله والمقابله الان اللي قدامنا هي المقابله ديال الفريق الرجاء البيضاوي. نتمنى ان شاء الله من الجمهور يساند الفريق يساند اللاعبين في يعني في السراء وفي الضراء وان شاء الله الكلمه ان شاء الله غادي تكون الفريق ديالنا في اخر الموسم ان شاء الله. كما كتجي دائما الاستعدادات كتكون في اجواء عائليه واجواء يعني جميله اي فريق كيتمنى يكون عنده هذه الاجواء. الحمد لله حنا استعدينا مقابله ما فيه الكفايه وكي قلت يعني كنتمنوا حتى توقف البطوله دي يعني ما يكونش ضدنا في مقابله رجاء يعني سيرتو كيعرف الجميع انه ملي كتكون غادي في واحد لو ريتم كتبقى تجلس عاوتاني يعني بحال اللي كتهرس داك لو ريتم. ان شاء الله كنتمنوا حنا راه حنا جاهزين للمقابله واستعدينا ما فيه الكفايه وكنتمنى ان شاء الله يعني هذه المقابله كي كيتمنى جميع الحسنيين يعني نجيبوا واحد النتيجه ايجابيه ونمشيو مدينه الدار البيضاء باش نحققوا لي 3 بوان اللي تخلينا غاديين في لا كورس الشامبيون ان شاء الله. انا كلاعب وكجميع اللاعبين يعني كاع اللاعبين تيبغيو يلعبوا يعني ضد يلعبوا في ملعب يكون عامر من جماهير هذا راه بحد ذاته ان موتيفاسيون لعاب. وحنا يعني كي كيعرف الجميع انه فريق حسنيه تقادير ديما ملي كيلعب ضد الفرق الكبرى في الملعب ديالها وبحضور جماهير يعني كنقدموا واحد الطبق كروي ديما جميل اللي كيروق يعني الكره الوطنيه. وكي قلت لك حنا ما عندنا يعني ما علينا ضغط ما علينا والو كلشي واعي بالمسؤوليه اللي عليه غنمشيو مدينه الدار البيضاء انا نحقوا نتيجه ايجابيه ويعني ما خصناش نرجعوا ان شاء الله زيرو بوان. وكي قلت لك كنتمنى الله يوفقنا ان شاء الله ونحقوا المبتغى. توقف البطوله ما نقدرش نحكم لك حتى نلعبوا الماتش ديال فريق الرجاء البيضاوي ونشوفوا يعني لا فورم ديالنا يعني فين واصله. نتمنى من الله ان يعني لجنه البرمجه انها تكون
تكون يعني تكون تخلي لنا المباريات اننا نلعبوها يعني كل اسبوع، يعني حتى التوقف ديال البطوله فهو تينقص حتى من المستوى ديال اللاعب ولا حتى الريتم ديال اي فرق تتكون غاديه في هذا المسار الجيد. نتمنى من الله احنا كلاعبين اننا نكونوا في واحد الفورمه جيده في الماتش ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي غيكون واحد الماتش اللي كبير، اللي صراحه يعني الجماهير ديالنا اللي تنتظر هذا الماتش بفارق الصبر. نتمنى من الله ان نكونوا في لافورم ونحققوا 3 نقاط اللي تخلينا ان شاء الله في الصداره، ونتمنى من الله يعني حتى من الجماهير ديالنا ان تبعنا لمدينه الدار البيضاء وتساندنا، وان شاء الله تنوعدهم بنحققوا واحد النتيجه ايجابيه ان شاء الله.